السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا برنامج ملاعب بلدنا بيختص بجميع المسابقات والدوريات على مستوى الجمهورية بأقسامها المختلفة، الممتاز ألف والممتاز ب والقسمين الثاني والثالث، وأيضا لا ننسى قطاعات الناشئين. طبعا في البداية بحب طبعا أبارك وأهنئ نادي الزمالك على صعوده للدور الثاني طبعا والتأهل، وإن شاء الله نبارك أيضا لنادي الأهلي في المواجهة الحاسمة بالخرطوم، إن شاء الله بإذن الله الفوز على الهلال السوداني والتأهل أيضا إن شاء الله. في هذه الحلقة معي ضيوفي الكرام، الدكتور محمد الجزاوي رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل الرياضي بمحافظة المنوفية. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا بك يا فندم. أخبارك إيه؟ الحمد لله، بارك والله الله. بدرك يا فندم. والله ومعايا أيضا الدكتور خالد الجمال المدير الفني والمسؤول عن نادي المستقبل الرياضي. أهلا وسهلا دكتور خالد. ربنا يخليك كابتن أحمد، أخبارك فرصة إيه؟ سعيدة نورنا لنا كابتن جدا، خالد. ربنا يخليك. طبعا في البداية بحب أطرح طبعا في طفرة رياضية طبعا بالنسبة ل نادي المستقبل الرياضي وإفراز بعض اللاعبين الجيدين لأندية أخرى، طبعا هنناقشها في الفقرة الأولى ولا ننسى الفقرة الثانية. طبعا معانا لاعبين جيدين أو اللاعبين المميزين في فقرة مواهب على الطريق، وأبرزهم اللاعب نادي الاتحاد السكندري مواليد 2006 اللاعب كريم إبراهيم البيلي. طبعا وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة ممتعة تستمتعوا بيها إن شاء الله. في البداية كابتن محمد عايز أشوف يعني إيه الطفرة اللي أنتوا حققتوها في أقل فترة زمنية، يعني فترة زمنية قليلة جدا وحققتوا طفرة جيدة للغاية. والله يا فندم احنا الحمد لله شغالين من 2018، تمام، ده من الترخيص الرسمي للنادي من 2018 الحمد لله. فترة قليلة طبعا، ولا جدا تمام. الحمد لله، والحمد لله السنة دي مشاركين في دوري الاتحاد المصري لكرة القدم من تمام. أول مواليد 2005 حتى 2011، وستقام البطولة إن شاء الله الجمعة الجاية 31/1. بطولة إيه بقى؟ الاتحاد المصري لكرة القدم دوري الأكاديميات. بطولة دوري الأكاديميات على ملاعب إن شاء الله في ملاعب الخمايل، تمام، هتستضيف 2011 و10. تمام، يعني أنتم مقسمين كذا ملعب. طبعا. طب كويس، حاجة كويسة. ده طبعا اللي قام بتنفيذه الدكتور محمود سعد المدير تمام. الفني الدكتور للاتحاد. محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري. الاتحاد المصري لكرة القدم، تمام. بمشيئة الرحمن ده الاجتماع على 31/1/2020 اللي تمام. هو إن شاء الله الجمعة الجاية. تمام. هي 2005 و6 بنشوف الملعب اللي هيلعبوا عليه الملعب 11 كبير، عشان خاطر ده دوري طبعا لازم بيتأهل السنه الجايه لدوري الايه الناشئين. تمام. طبعا الحمد لله عندنا عناصر كويسه جدا جدا على مستوى المنوفيه وعلى مستوى الجيزه. لو قلت لك كده حضرتك ان شاء الله احنا بننافس على 7 بطولات من اول 2000. على 7 بطولات. على 7 بطولات من الاهلي ولا ايه؟ مش انت الرحمن، احنا مش هنقلل من الاهلي ولا حاجه. الحمد لله احنا مستوانا اللي احنا نلعب اكتر في اوروبا ان شاء الله. تمام. حتى ان شاء الله داخلين كمان بطوله كمان في المنوفيه، دوري المنوفيه كمان داخلينه. تمام. الاسبوع الجاي ان شاء الله هنشارك فيه من اول 2005 لحد 2011 برضك. تمام. داخلين بطولتين. دكتور خالد جمال طبعا كمستشار او كمدير فني لقطاع الناشئين والبراعم بنادي المستقبل الرياضي، رؤيته وجاهزيه اللاعبين لتلك البطولات القادمه، جاهزية لاعبين، اللاعبين جاهزين، وعايزك تكلمني برضو عن المديرين الفنيين لهؤلاء اللاعبين. والله الحمد لله احنا بداية كل تركيزنا على القاعدة. تمام. على أساس الاختيارات والانتقاءات السليمة من خلال مخطط وبرنامج إيه علمي احنا تمام. شغالين عليه كدراسة علمية بندرسها احنا الاثنين في مجال كرة القدم. تمام. الجزئية الأساسية احنا انتقينا لمراحل الناشئين السنة دي لحد مرحلة 2005 لانها مرحله سهل نسبيا السيطره عليها. تمام. او اجاده التعليم بخطوات قليله على اساس ان احنا نحط نادي المستقبل على قاعده قويه بين انديه الدوري المصري. تمام. من خلال دوري الاكاديميات اللي احنا مشاركين فيه، انا عندي من 2011 لحد 2005 بيشارك عندي ما يقلش عن 80 لعيب. لما يبقى عندي القاعده الحمد لله بالكيفيه دي اعتقد ان احنا طب المستويات، طيب انا بقبل جميع المستويات ولا في اختبارات لانتقاء هؤلاء اللعيبه؟ لا احنا عندنا دايما كل بدايه موسم بنعمل اختبارات. بيبقى قاعد فيه طبعا عندنا الكابتن عماد دربالة، عندنا الكابتن حميد العطاشجي، عندنا مدربين بسم الله ما شاء الله كويسين يعني صراحة، يعني اقامه في عالم الرياضه، وبنستعين برضو ببعض المدربين بالانديه المصريه او خاصه بانديه المنوفيه زي جمهوريه شبين والغزل اللي هم بيكونوا موجودين معانا للانتقاء عشان حتى يبقى في مساعده كامله بالرؤيه. لما العين بتبقى اكتر بيبقى انتقاء الناشئ احسن وافضل. وافضل صح. بنبدا برنامج التدريب مجرد ما يتم انتقاء اللاعب. تمام. حتى لو هو مستواه نسبيا ضعيف احنا بنبدا ناهله تاهيل قوي واندماجه في وسط المجموعه بالحمد لله بيحسن مستواه وبنبدا نوصل للي احنا عايزينه. احنا عندنا تجربات دلوقتي بقى لنا حوالي اسبوعين بنعمل تجربات وديه يمكن مع نادي مستقبل نجوم المستقبل
عملنا مع نادي غزل شبين الحمد لله النتائج اعتقد انها كويسه جدا جدا. تمام. كل لعيب بدا يحفظ مكانه. بدات عندنا مجموعه 2005 2006 تشتغل على الاوفسايد رسمي وقانوني والحمد لله بداوا يفهموا المخطط اللي احنا بنشتغل عليه بداوا يضربوا. طب المدربين مؤهلين لذلك؟ ما عندناش مدرب في النادي. أيوة. غير مؤهل. كلهم مؤهلين. اقل مدرب عندنا حصل على دوره سي على الاقل. تمام. او بكالوريوس تربيه رياضيه. كويس الحمد لله رب العالمين، لان ده اللي احنا بنشتغل على اساسه. ما هو بكالوريوس تربيه رياضيه كانه حصل على الاساسيه على الدوره الاساسيه طبعا، وراجل طبعا دارس وحافظ وعارف. وتاني حاجه خريج التربيه الرياضيه طبعا لهم كل التقدير والاحترام في هذا المجال. احنا الحمد لله ما لان احنا الاثنين دلوقتي بندرس، انا دكتوراه في تربيه رياضيه السادات. تمام. والدكتور محمد برضو ماجستير في تربيه رياضيه السادات. فعندنا قاعده برضو مش وحشه. والحمد لله لما بنيجي نعرض على اي واحد متواجد داخل الكليه. تمام. عندنا بيبدي استعداد كامل. تمام. بالذات الطلبه بتوع سنه رابعه اللي في تخصص كره القدم، اي واحد فيهم او اي طالب فيهم بنعرض عليه بنلاقيه ثاني يوم الصبح متواجد وبمنتهى السرعه، عنده جديه في العمل، عنده التزام في الوقت، عنده قدره عايز يتعلم. والميزه المتواجده دايما في طلبه التربيه او المدربين ان هو فعلا عنده رغبه يتعلم من الخبره او يتعلم من اللي اقدم منه عشان يشوف المدى اللي يقدر يوصل اليه او يقدر يطوره او يحسنه من خلال اسلوبه العلمي. تمام. دكتور محمد، بالنسبه بقى للهيكل الاداري كانك رئيس مجلس الاداره، موفر جميع الامكانيات للمدربين؟ اكيد الحمد لله احنا موفرين جميع الحاجات من اول الجهاز الطبي حتى الجهاز الاداري. من اول الدكتور عبد الرحمن غانم طبعا، ده طبعا العلاج الطبيعي بالنادي. تمام. طبعا ده دكتور في التربيه ده سادات ومسؤول عن منتخب مصر كره الطايره. تمام. كويس والله، يعني كلها دكاتره تربيه رياضيه دي حاجه طبعا مشرفه. طبعا الحمد لله طبعا بروتوكول تعاون مع كليه التربيه الرياضيه الدكتور محمد طلعت عميد السابق والدكتور محمد عنبر عاملين بروتوكول تعاون ما بين الكليه عشان يخرج لنا الطلبه لسنه رابعه وخمس رابعه وثالثه يشتغلوا معانا ياخدوا خبره في الكلام ده. ومعنا طبعا الكابتن احمد الدربالة المستشار الفني للنادي، والكابتن حمود العطشجي المدير الفني العام. تمام. وطبعا دكتور خالد الجمال الدكتور طبعا تربيه رياضيه وقمه وقامه موجود عندنا. تمام. وطبعا كابتن ابراهيم الجزاوي مدرب حراس المرمى. ومعظم المدربين شغالين معانا سواء الكابتن احمد اسامه حموده مدرب صاعد، والكابتن اسامه الشرقاوي طبعا مدرب عام لفريق 2006. تمام. كلك مؤهلين لكده، حتى الامكانيات الماديه والماليه والاداريه والادوات الخاصه باللعيبه كلها الحمد لله على اعلى مستوى عشان خاطر احنا بنختار لاعب يؤهل لمنتخب مصر. تمام. بالنسبه برضو عمليه الانتقاء دكتور خالد، بالنسبه لعمليه الانتقاء اللاعبين الموهوبين بتتم على اسس شكلها ايه؟ الاستماره احنا بنقعد قبلها بنعمل اجتماع مجلس الاداره مع المدربين المتواجدين وبنعمل اجتماع وبنحدد استماره. الاستماره بيبقى فيها عده بنود، الناحيه المهريه، الناحيه البدنيه، ناحيه القوه الجسديه، الناحيه النفسيه، وده شيء مهم جدا جدا. يعني اللعيب عندنا مجرد نزوله احساس الالتزام في نزول الاختبار ده في حد ذاته له درجه وله كيفيه. تمام. نزوله الملعب سواء حد ذاته مده بسيطه او مده كبيره وعدم غضبه او عدم احساسه بشعور الغضب ده في حد ذاته بقى له درجه عندنا، وكل المتواجدين بياكدوا على الحته دي، لان اللعيب اول شيء اخلاق قبل اداء. تمام. وكذلك العلم النفس الرياضي برضو داخل في ده جزء اساسي، وده اللي احنا الجزئيه الاساسيه يا كابتن احمد اللي كنت عايز اكلمك فيها، ان الحمد لله احنا بدانا نتفرع بشكل كويس جدا جدا. تمام. احنا دلوقتي كان المقر الاساسي عندنا استاد الجامعه. تمام. شبين. الحمد لله دلوقتي بقى لنا مقر في بركه السبع. تمام. عملنا الحمد لله مقر يعني في مدينه السادات. تمام. وبرده عندنا رئيس مجلس اداره مركز شباب بني السادات استاذ عمر الحديد. تمام. ادانا موافقه ان احنا نعمل مقر تاني جديد في مركز الشباب وبادئين بالفعل. يعني بتفتحوا افرع برده الحمد لله رب العالمين لتوسيع القاعده وفي نفس الوقت برده افراز لاعبين جيدين لتلك المناطق. ده الاساس اللي احنا كنا بندور عليه بجد. احنا النجاح عندنا دلوقتي اللي هو تكوين القاعده علشان ما نيجي نشارك بالفعل دوري ناشئين او دوري درجه يبقى عندنا القاعده اللي احنا ما نجيبش ما نضطرش نجيب لعيبه او نستعين بها من الخارج. تمام. يبقى دكتور. كله من اولادنا. تمام. طبعا دكتور اتفضل، كنت عايز اواجه طبعا في كمان حاجه اللي هو فرع الجيزه كمان في امبابه مع كابتن احمد الانجليزي. بنحطها القاهره والجيزه. طبعا. تمام. الحمد لله. طيب عايز اكلمك على نقطه اساسيه بقى، المورد الرئيسي اللي طبعا في مصفوفات كده فرع هنا وفرع هنا. اكيد طبعا. ومدربين مؤهلين وملاعب، المورد الرئيسي بيتم ازاي؟ والله احنا هل في دعم مثلا من قبل ولا في مورد داخل للنادي بيصرف على الكوره ولا الولد مثلا بيساهم وبيشارك مصروفات هذه؟ والله كابتن احمد حضرتك فاهم دلوقتي هي كلها مجهودات ذاتيه، يعني بنعمل فلاح كده باللحم الحي، اللاعب بيدفع اشتراك بس مش اللي هو هتباحه فيه زي ما قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت. تمام. اللي هو اشتراك مدعم يجيب حتى ايجار الملعب وقيمه المدرب بيشتغل. احنا مش هدفنا المكسب المالي، هدفنا افراز اللاعبين ونساعد نوصل الناس ديت. في يوم من الايام لما ربنا يكرمنا ويطلع 20 لاعب بيلعبوا في منتخب مصر من مستقبل من منوفيه او من الجيزه
على حسب المكان بتاعنا ان شاء الله. تمام. ده كله بعد كده هعرف ابيع اللعبه بتاعتي. تمام. بس اما انا ما فيش حد باخد دعم من حد، الدعم كله طبعا الكابتن خالد الدكتور خالد موجود معاه والكلام ده موجود، ولا وزاره بتديني فلوس ولا اي حاجه، لا بالعكس انا باخد اشتراك من اللاعب. بس انت نادي مشهر جدا صح؟ ما دام نادي بس مشهر دكتور خالد برضه يعني يبقى في برضه يعني في مفروض. في اول اولويه. والله وانا احب اوجه الشكر بامانه ربنا لاولياء الامور بصراحه. تمام. يعني في مسانده، في مسانده طبعا بصراحه يستحق مننا كل والله الشكر. والله ده على مستوى القطاعات اذا كانت ناشئين او براعم. انا من مكان هنا يعني معاك الامور بتساهم جدا وده المطلوب. هم عارفين كده لهم كل الشكر، هم دوما بجد اللي واقفين معانا بامانه. الاولاد اللي عندنا الحمد لله مستوياتهم جميله جدا وتناسبوا. انت حضرتك هيبقى معاك في الفقره الثانيه معاك ممدوح محمد، لاعب قاعد في هولندا 12 يوم باسم شركه توب تايلاند. الحمد لله لعيب مستواه سترايكر الله اكبر. انت هتشوف حضرتك يعني هو سافر هولندا. ايوه قاعد في هولندا 12 يوم وعمل معسكر اقامه كامله ولعب مباريات حوالي 3 مباريات وديه هناك ورجع. طب النتيجه كانت ايه بقى؟ والله ورجع لحد الان في تواصل مع المهندس محمد حسن لان هو اصلا مضى عقد. يعني اللعيب هو كان باسمنا ادم متعاقد يبقى وباسم المستقبل ومضى عقد مع الشركه. تمام. فاحنا مش عايزين القصه ان احنا عايزين مستقبل الولد. تمام. ده اللي بندور عليه. وكان في تنسي يعني في مصطفى احمد حلاوه ده في 2010 برضك ان شاء الله الفتره الجايه ده بسم الله ما شاء الله بيلعب من 2010 و9 و8 يعني في مواهب برضه جدا يعني بسم الله ما شاء الله طبعا. ويوسف الشناوي برضك حارس مرمى 2006 هيلعب من 2005. تمام. حارس عالي جدا جدا بسم الله ما شاء الله. ده طبعا بيكون اللاعبين المميزين الجيدين طبعا. طبعا يعني بسم الله ما شاء الله عندنا مشيت الرحمن مش اقل من 80 لاعب. تمام. سوبر مشيت الرحمن السنه دي يعني انا والدكتور خالد وجميع المدربين شغالين معانا هتواجهوا ان شاء الله في الدوري السنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا عشان بس وقت البرنامج طبعا احنا بنوجه الشكر للقائمين من مجلس الاداره بتاع نادي المستقبل وكذلك المشرف الفني الدكتور خالد الجمال والدكتور محمد الجيزاوي، كل الشكر على هذا طبعا. حاجات جيده وحاجات مفرحه طبعا للم الشمل هؤلاء اللاعبين في كذا منطقه معينه طبعا، والوقوف على اعلى على اعلى مستويات بحيث ان الاولاد دي تتسوى تسويق جيد من خلال نادي المستقبل. طبعا في هذه ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الدكتور محمد الجزاوي رئيس مجلس الاداره. اهلا وسهلا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. وطبعا بحب اشكر طبعا ضيفي الكريم الدكتور خالد الجمال المشرف الفني على قطاع الناشئين والبراعم بنادي المستقبل الرياضي. شكرا جزيلا. انا بشكرك وبشكر جمهورك الحبيب والله وبشكر يعني قناه الصحه والجمال وبرضه بستغل الفرصه تاني شكر وتقدير لكل اولياء الامور اللي مدعمين وسندنا. اكيد طبعا. النقطه الثانيه نفسي باذن الله رب العالمين تشرفنا في زياره ان شاء الله مكامرتك ونعمل لقاء من هناك. ما احنا معانا فيديو هنعرضوه دلوقتي في الفاصل ان شاء الله باذن الله بحيث ان احنا نشوف برضه المجهودات الجيده اللي انتم عاملينها. طبعا هنطلع لتقرير من محافظة المنوفية وبالأخص مدينة شبين الكوم وأستاذ جامعة شبين الكوم أو جامعة المنوفية إن شاء الله، ونشوف طبعا الشغل ده على طبيعة كده. نطلع ونستقبل ضيوفي الكرام. ورجعنا لكم تاني في الفقرة الثانية طبعا ومعي لاعبي نادي المستقبل الرياضي اللاعب مصطفى ناصر غراب مواليد 2006. أنا مصطفى أخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. واللاعب أحمد مجدي مواليد 2006. أهلا وسهلا أبو حميد. عامل إيه يا أحمد؟ تمام. ومعايا برضو اللاعب ريان محمد جمعة 2008. إزيك يا ريان؟ الحمد لله. عامل إيه؟ تمام. ومعايا اللاعب مصطفى أحمد حلاوة مواليد 2010. أهلا أبو حميد. طبعا دولت اللاعبين الموهوبين المنتقين من نادي المستقبل الرياضي الأعمار السنية ل 2006 وال 2008 وال 2010 اللاعبين الجايين. قول لي كده يا مصطفى ناصر انت مركزك ايه في الملعب؟ حارس مرمى. حارس مرمى يعني انت 2006. كويس حاجه كويسه جسمك كويس كده. ومين اللي بيمرنك بقى؟ كابتن ابراهيم الجزاوي. كابتن ابراهيم الجزاوي مدرب حراس المرمى. تمام. واحمد مجدي مركزك ايه في الملعب؟ مساك برضه 2006. طب كويس يعني اجسامك كويسه. مين اللي بيمرنك يا احمد مجدي؟ كابتن خالد الجمال وكابتن محمد الجزاوي. تمام. هم المدربين بتوعك. وانت يا ريان مركزك ايه في الملعب بقى؟ هاف يمين. هاف يمين. طب كويس. وانت مصطفى حلاوه؟ باك يمين. باك يمين. انت بقى 2010 باك يمين. ها بلعب مع 2008. وتلعب مع 2008 كويس يعني متصعد ل 2008 تلعب كويس يعني الحمد لله. تمام. قول لي احمد مجدي كده بالنسبه لنادي المستقبل كده لعبت في نادي قبل كده؟ نادي لسه اول مره يعني. وانت كذلك يا احمد؟ عندي اول مره ليكم.
معنا الكابتن عماد دربالة طبعا المستشار الفني بنادي المستقبل الرياضي. كابتن عماد اخبارك؟ ازيك كابتن احمد؟ مساء الفل عليكم. مساء النور كابتن عماد، انت عامل ايه يا كوتش؟ كله بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سريعا كده عايزين نعرفوا انجازات نادي المستقبل طبعا اللي عامل طفره جيده هذا الموسم. معلش انا ما سمعتكش كويس، ايه تاني يا كابتن؟ بقول لك عايزين نعرفوا اخر الاخبار كده والمستويات اللعيبه. والله وطي التلفزيون بس. في 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 طبعا مستويات كويسه وفي لعيبه كتير حلوه واحنا شغالين على الموضوع بشكل علمي لان معظم الناس اللي وطي التلفزيون كابتن عماد بس شويه معلش. معظم الناس اللي شغالين في الاكاديميه كلهم مؤهلين يا كابتن ودي النقطه الاهم بالنسبه لنا. تمام الله ينور كابتن عماد. يعني بص احنا النقطه الاهم بالنسبه لنا في قطاعات الناشئين اللي مدمره قطاعات الناشئين في مصر نقطتين اتنين، النقطة الأولى إن معظم الناس اللي شغالين يا كابتن أحمد ناس مش مؤهلة. تمام. حتى خريج التربية يعني برضو عشان برضو ما نتكلمش غلط، حتى خريج التربية الرياضية في ناس كتير جدا مش مؤهلين ولكن تمام شغالين بالفعل في المؤسسة خريج تربية رياضية ودارسين كمان. تمام. عارفين يعني إيه تدريب. النقطة الثانية إن أنت ما يبقاش الموضوع بهدف الكسب المادي وبس يا كابتن، يعني أنت مش كل اللي يدفع يدخل، يعني أنت هتجيب لي لعيب سوري يعني بكرش، لعيب ما بيعرفش يلعب كورة. ما ينفعش. لا ما ينفعش صح. وأنا هدخله انا هشتغل على الفاضي انا كمان وهستنزف الموارد الماليه لاهله على الفاضي بوعود وكذب وفي الاخر هم مش هيستفيدوا حاجه. تمام. فبالتالي انت مطلوب منك ان انت تختار لاعب مؤهل ومدرب مؤهل، دي ببساطه خالص يعني. دي اهم حاجه طبعا كابتن عماد. طبعا بالنسبه ابرز اللاعبين عندك في القطاع كابتن عماد. والله في لعيبه كتير، في لعيبه كتير جدا وفي كل امثال الاثنين اللي معاك اهو هديه قدامك بطلين اهو. ما هم دول اللاعبين الجيدين فعلا. وفي ناس تانية كتير ان شاء الله ربنا ييسر مستواهم بيبشر يعني بالخير ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن عماد دربالة المستشار الفني بنادي المستقبل الرياضي. قول لي احمد مجدي كده انت ومصطفى يعني مساك وحارس مرمى افضل مباراه لعبتها بقى؟ كانت قدام اكاديميه الزمالك في 6 اكتوبر. نادي الزمالك في 6 اكتوبر. تمام. يعني في نادي الزمالك عملت مباراه جيده يعني؟ الحمد لله. وانت يا احمد برضه نفس النظام؟ انتهت كام بقى؟ فزنا 1-0. طب كويس يعني اكاديميه نادي الزمالك ب 6 اكتوبر كسبتوها 1-0. طب كويس حاجه كويسه. وانت بقى افضل مباراه يا ريان لعبتها؟ مع نادي الزمالك. كان برضو نادي الزمالك؟ أوه. انت بتلعب معاهم ولا ايه؟ يعني انت مواليد 2008 بتلعب معاهم يا ريان؟ لا بس مواليدي مواليد يعني الماتش الثاني وكده المواليد الثانيه. وانت يا مصطفى يا احمد يا حلاوه؟ كذلك برضو. برضو؟ انت مصطفى بقى مع 2008. 2008 واحسن مباراه لعبتها بقى؟ برضو كانت مع الزمالك. طب مباراه اتغلبت فيها؟ هي مش فاكره طبعا. بفتكر. ايه ما تفتكرش؟ تفتكر المكسب بس. طيب انت اهلاوي بقى ناصر ولا ايه؟ اهلاوي يا مصطفى؟ انت اهلاوي؟ كلكم اهلاوي ولا مش حد زملكاوي ولا ايه؟ وانت ريان طبعا اهلاوي. طيب ماشي، نتمنى بقى فوز الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا دولت طبعا براعم نادي المستقبل الرياضي اللي محققين طفره جيده وربنا طبعا يوفقهم في القادم باذن الله. وان شاء الله باذن الله طبعا في براعم جيدين من تلك من الانديه المختلفه اللي هي طبعا ان شاء الله يكون لها دور كبير باذن الله. طيب هنطلع قبل ما نطلع طيب الفقره التاليه معي الكابتن رمضان ناجي رئيس مجلس اداره نادي المصري الرياضي بمحافظه مطروح. اهلا وسهلا كابتن رمضان. اهلا وسهلا كابتن احمد، حياتي ليك. الحمد لله. اخبارك كابتن رمضان عامل ايه؟ والله الحمد لله. اخبارك ومش عارف مين معاك في الاستديو ضيفك الكريم. معايا براعم نادي المستقبل الرياضي بمحافظه المنوفيه. كابتن رمضان طبعا احنا بنبارك وبنهني طبعا احتلال المركز الاول او انتم ما زلتم في الصداره مع نادي الهلال برصيد 20 نقطه لكل فريق. طبعا دي حاجه كويسه بالنسبه لنادي المصري وان شاء الله يكون الصعود هذا الموسم باذن الله. كابتن رمضان كلمني سريعا كده عن مشكله الملعب يا كابتن رمضان. والله الحمد لله. اولا اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني على الماتش اللي فات والكابتن تامر للامانه مدرب محترم واول مباراه لي وان شاء الله تبقى بدايه كويسه. اما عن الملعب ما زال الوضع زي ما هو. تمام. برا خارج مدينه السلوم يعني بنسافر مسافات بعيده وسايبين ملعب قانوني بالشكل اللي انت عرضته قبل كده. تمام. ولحد دلوقتي لسه المشكله ما اتحلتش. طيب المباراه القادمه ان شاء الله مع مين يا كابتن؟ المباراه لينا احنا ولحد دلوقتي مش عارفين هنلعبوها فين يا كابتن والله. طب هي طرفها مين؟ طرفها مين؟ هي لينا احنا المباراه للنادي المصري. مع مين؟ مع الجزيره. مع الجزيره. في ملعب؟ لسه
لسه الملعب ما حددتوش انا لحد دلوقتي، احتمالها هننقلها لليبيا، انا لو بقى الوضع كده اروح العبها في ليبيا احسن. تبقى مباراه دوليه بقى. والله والله يا كابتن احمد مش لاقيين ملعب، يعني تخيل فرقه عندها ملعب حوالي 15 مليون جنيه ومش عارفه تقيم مباراته عليه، وبيدوروا في ملعب عشان يلعبوا عليه. بالرغم يعني بالرغم من اقامه مباريات في دوري الاتحاد المصري لكره القدم على ذلك الملعب، على ذاك الملعب القسم الرابع، وبطوله المراكز ما عندناش اي مشاكل حصلت، والقسم الرابع بيلعب النهارده، كان عندنا مباراه برضه في الدرجه الرابعه ابعت لك صورها، والامن كان متواجد، انما القسم الثالث يقول لك ما تلعبش. مش عارف ليه قسم ثاني، دي درجه تابعه للاتحاد ودي درجه تابعه للاتحاد، ايه يعني الشتان؟ كان اللعيبه بتوعنا من كوكب ثاني يا كابتن والله. طيب يعني اللي احنا بيحصل فينا ده والله حرام يا كابتن. احنا بنناشد طبعا من خلال كاميرتنا وكاميرا البرنامج طبعا المسؤولين من مديريه امن مطروح والاتحاد المصري لكره القدم النظر في طبعا تلك المساله. طبعا الملعب جاهز والوزاره الشباب عاملاه ملعب جيد جدا، وللاسف الشديد بتقام عليه مباريات تابعه للاتحاد المصري لكره القدم دون طبعا اذا كان قسم رابع او قسم ثالث. ليه التعنت ده؟ ايه الفايده اما اللعيبه تيجي من السلوم او تيجي من مطروح لاسكندريه والسفر البعيد والملعب موجود؟ شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس مجلس اداره نادي المصري الرياضي. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، هنطلعوا التقرير ونستقبله طبعا في الفقره الثالثه براعم برضه ولاعبي نادي المستقبل الرياضي. ورجعنا لكم تاني طبعا، ما زلنا في طبعا فقره مواهب على الطريق، وانضم الينا طبعا اللاعب ممدوح محمد مواليد 2000 بنادي المستقبل الرياضي. اهلا وسهلا ممدوح. اهلا وسهلا. عامل ايه يا حبيبي؟ وطبعا اللاعب عبد المنعم الضبع مواليد 2005. اهلا وسهلا عبد المنعم. عامل ايه يا عبد المنعم؟ ومعايا طبعا اللاعب احمد امين مواليد 2005 لاعب نادي المستقبل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كويس الحمد لله. وانضم طبعا اللاعب مصطفى ابو السعود لاعب نادي المصنع الحربي بالاسكندريه، اللي طبعا محقق نتائج طيبه فريق ال 2002 لاعب مواليد 2002. اهلا وسهلا مصطفى. حبيبي يا كابتن. عامل ايه يا حبيبي؟ طبعا قول لي كده محمد ممدوح، يا ممدوح محمد تمام، انت رحت هولندا؟ انا رحت هولندا مع شركه توب تالنت، هي الشركه افريكان سوم سبورت، كان مشروع. طب استنى بقى عشان معانا انضم الينا كابتن محروس فليفل المدير الفني لنادي متوبس الفريق الاول. اهلا وسهلا كابتن محروس. كابتن احمد ازي حضرتك؟ حضرتك كابتن احمد الحمد لله، الف مبروك على الفوز الغالي طبعا اليوم على نادي بلطيم. يا كابتن احمد بلطيم الحمد لله. قول لي كده كابتن سريعا كده اخبار الفريق ايه؟ كابتن احمد اخبار الفريق يا كابتن محروس؟ الحمد لله كابتن احمد، الله الحمد لله رب العالمين. احنا مسكنا الفريق بقى 6 مباريات دلوقتي. تمام. جبنا 6 مباريات 12 نقطة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لا 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 مجهود جيد والله. ابرز اللاعبين يا كابتن محروس في الفريق؟ والله كابتن احمد اللعيبه كلها في نجوم عندي ما شاء الله ما شاء الله، عندي 24 راجل في الملعب مش لعيبه كوره بجاده الحمد لله رب العالمين يعني. طيب طبعا انضم ليك في فترات الانتقال الشتويه اللاعب احمد زكي سردباك الفريق، ايه رايك في هذا اللاعب؟ ما شاء الله عليه، عندنا لسه جايبين برضه امبارح محمد حته من النادي المصري السلوم. تمام. وجبنا دعمنا باربع لعيبه الحمد لله، محمد حسني ومحمد حته. المباراه القادمه كابتن محروس عندنا ان شاء الله سبورتنج كاسل ان شاء الله في طنطا باذن الله. سبورتنج كاسل في طنطا ان شاء الله. ان شاء الله تعدي باذن الله هذه المباراه كده، لان انت من المدربين الاكفاء المدربين الجيدين اللي حققوا طفره في الفتره القليله الماضيه. ربنا يبارك فيك يا كابتن احمد، والله كمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم مسجله الجهاز الفني مع مجلس فني ونادي اداري وطبي، ثم مجلس الاداره ما شاء الله، واهل البلد ما شاء الله ناس محترمين جدا جدا اكون بضاعفها والله. ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن محروس فليفل المدير الفني بنادي مطوبس الرياضي. قول لي كده ممدوح محمد، فتره بقى هولندا كده قعدنا حوالي 12 يوم هناك في هولندا. لعبنا انديه هناك كتير افريكان، لعبنا انت كنت طالع للشركه؟
الشركه هنا عملت اختبارات في مصر بقياده الدكتور محمد حسن. تمام. مع مدربين يعني. اسم الشركه ايه؟ الشركه افريكانو سيم سبورت. تمام. عملت اختبارات هنا وكنت من ضمن المجموعه اللي ربنا يعني الحمد لله وفقني. طب انت رحت بمقابل مادي ولا؟ لا 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 مجانا. مجانا. مجاني كويس طبعا. حاجه جيده وشركه محترمه. الشركه كانت مع الوزاره طبعا هو دكتور محمد بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه. هو ده كان مشروع ان هو نازل قال لنا انا عايز اعمل حاجه ليكم هنا في مصر. الدكتور محمد؟ دكتور محمد حسن. محمد حسن. تمام. انا يعني ربنا كرمني يعني عن طريق الاكاديميه اللي عندنا هنا. والله يا جماعه برضو نقطه مهمه جدا اللاعب اللي يطلع بره بدون مقابل طبعا بمستواه الفذ طبعا هو ده طبعا الاحتراف الحقيقي ان لاعب كويس جدا شافوه صفروه على حساب وزاره الشباب والرياضه تمام او على حساب الشركه او على حساب النادي اللي هينتقل اليه دي حاجه جيده طبعا او فتره الاعاشه اللي هيعيشها هناك طبعا دي حاجه جيده جدا غير الكلام والخرافات اللي احنا بنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي هتسافر الكويت ب 40,000 جنيه هتسافر قطر ب 30,000 جنيه هتسافر الامارات ب 50,000 جنيه هتسافر تركيا ب 60,000 جنيه مفيش الكلام ده ما فيش حد ينصاغ لتلك لتلك المهاترات انا بسميها مهاترات لان طبعا الواد بيسافر وبيدفع مبلغ كبير 60,000 جنيه 70,000 جنيه وفي الاخر بيرجع بعد فتره الاقامه ما تنتهي فنحذر طبعا من خلال برنامجنا طبعا على حوارات السفر والكلام اللي مش جايب تمنه ده. قول لي كده مصطفى ابو سعود فريق 2002 بنادي المصنع الحربي طبعا محقق نتائج طيبه بقياده الكابتن احمد علي. بصراحه كابتن احمد كابتن ممتاز جدا وعلى مستوى عالي. تمام الحمد لله. صعدت قطاعات؟ الحمد لله صعدنا قطاعات. مبروك كده وفرقه كويسه فرقه جاهزه وانت طبعا من اللعيبه الجيدين في الفريق طبعا. وفريق بسم الله ما شاء الله يعني مستويات عاليه كلها والكابتن والله تعبان معانا. تمام. والنادي بسم الله ما شاء الله يعني موفر لنا كل حاجه والامور ماشيه تمام. الملعب بقى عامل ايه؟ ملعب كويس كده؟ الملعب بسم الله ما شاء الله ده يعتبر افضل ملعب في اسكندريه. ملعب مصنع الحرب. نادي مصر كان بيتمرن عليه في فتره من الفترات. يعني طيب وفي جيم في النادي؟ في جيم. بتخش الجيم وتمرنوا؟ تمام. بتمرن في اوضه تغيير ملابس في كل حاجه في اتوبيس للنادي صراحه النادي موفر لنا كل حاجه. وانت من اللعيبه الجيدين يا مصطفى ان شاء الله كلها شان باذن الله. قول لي كده يا احمد يا امين كده بما انك في نادي المستقبل كده افضل مباراه لعبتها؟ لا احنا لسه ما لعبناش مباراه يعني لسه انت لسه منضم حديث لسه منضم حديث تمام لسه جديد يعني بس ان شاء الله يعني هبقى باك رايت منتخب مصر القادم وكابتن جدع انت عندك ثقه في نفسك ايوه ثقه في نفسي بفضل الدكتور خالد الجمال بفضل ربنا اولا والدكتور خالد طبعا جمال وبعد والدكتور محمد الجزاوي وانت بنعمه ضبع كده افضل مباراه لعبتها ولا لسه منضم حديثا منضم برضه في اول الدوري لسه بس التمرينات بقى مين اللي بيمرنك بقى؟ الكابتن محمد الجزاوي والدكتور خالد الجمال يعني تعبانين معانا يعني في تدريب جيد ملاعب كويسه ادوات متوفره مدربين مؤهلين بتستفادوا منهم ايوه دي حاجه كويسه برضه قول لي يا ممدوح يا محمد كده لما رجعت من هولندا جيت على نادي ايه بقى؟ نادي المستقبل؟ لا انا جيت انت مركزك ايه الاول قلت لي؟ انا بلعب فيرود سترايكر تمام وهاف ليفت طب خلاص احنا ناخدوه بقى لنادي المصنع الحربي بقى من ايه؟ من الدكتور الجزاوي. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر الضيوف الكرام طبعا اللي بيدونوا كل الفضل مجمعه الكلمات بيدونوا كل الفضل لاولياء امورهم بعد ربنا طبعا اللي بيصفوا عليهم واللي في نفس الوقت ملبيين كل الرغبات الخاصه بهم طبعا صح مصطفى؟ تمام يا كابتن بحب اشكر والدي ووالدتي طبعا تعبانين معايا قوي تمام وبالذات والدي يعني واقف ورايا وفي ظهري وبحب اشكر كل اهلي وكل واحد واقف ورايا يعني وانت احمد كده ان شاء الله بعده حاجه كويسه وانت احمد امين برضه بشكر والدي تعبان قوي معايا وبرضه الكابتن خالد الجمال عمل مجهود كبير معايا تمام وانت ممدوح طبعا لازم اشكر والدي طبعا عشان واقفين في ظهري جدا بس برضه ما انساش برضه من فضل المدربين كلهم عليا يعني عشان ما انساش اسم انا الحمد لله اشتغلت مع موسوعه كبيره من المدربين محترمين جدا وانت ضابع كده برضه والدي ووالدتي واقفين معايا والدكتور خالد برضه واقف معايا طبعا في ختام هذه الفقره طبعا بحب اشكر ضيوفي الكرام وهنطلع لفاصل ونعود لكم بلاعب نادي الاتحاد السكندري مواليد 2006 اللاعب كريم ابراهيم البيلي نجم نادي الاتحاد السكندري ورجعنا لكم تاني طبعا في هذه الفقرة الأخيرة بانضمام اللاعب الجيد اللاعب المميز واللاعب المهاري اللاعب كريم إبراهيم البيلي مواليد 2006 طبعا بنادي الاتحاد السكندري حاليا وطبعا نجم نادي المصري البورسعيدي السابق أهلا وسهلا كريم عامل يا حبيبي وبركة ايه وحشنا كيم وانت والله يا كابتن وحشنا والله يا كابتن قول لي كده كريم انت مركزك ايه في الملعب كده انا بلعب وينج ليفت وينج ليفت زي محمد صلاح كده
ده كويس يا رب نشوف كذا زي محمد صلاح. قول لي بقى الفتره اللي انت قضيتها في نادي الاتحاد حاليا، افضل المباراه اللي انت لعبتها، المدربين اللي بتمرنك، احكي لي كده افضل مباراه لعبتها ايه؟ هو من ناحيه افضل مباراه، هو المباراه اللي انا لعبتها اللي هي باند دي كانت بطوله في اسكندريه، تمام، على حول اسكندريه يعني وكده، كانت بطوله جميله ولعبنا فيها حلو يعني اديت اداء جيد في هذه البطوله. كنا رجاله احنا شفنا لك هدفين دلوقتي قبل ما تخش معانا الاستوديو، طبعا جمال جدا حبيبي يا كابتن، والمدربين وقفوا معانا وادونا تدريبات صح وخطط صح والحمد لله كلنا كده مع بعض وعرفنا. بتتمرنوا بقى في نادي الاتحاد السكندري الجديد اللي في سموحه؟ ايوه. طب كويس، قول لي بقى التدريبات عامله ايه بقى؟ التدريبات كل واحد بيلتزم بادائه، المدرب مدرب واللاعب لاعب، تمام صح كده، والمدير مدير، ما فيش حد بيخش على شغل حد، وكله ملتزم بشغله وبيشتغل شغل نظيف واعلى حاجه يعني. طيب قول لي كده بقى، انت بتحب لعب مين بقى بره، وعايز تشبه لمين او مثلك الاعلى مين؟ بابا دلوقت حاليا عايز ابقى زي محمد صلاح كده. يا رب ربنا نشوفه كده يا رب زي محمد صلاح حكيم. طب وفي محليا بقى؟ حاليا انا عايز ابقى زي رمضان صبحي كده. رمضان صبحي يا رب كده نشوفه كده، بس نشوفه زي محمد صلاح ان شاء الله. انت لعيب جيد ولعيب مميز يا كريم. قول لي كده بقى زمايلك، ابرز اللاعبين الموجودين عندك اللي هم في النادي او في الفريق. عندي فارس وطلعت اللي هم المميزين دول. دوت لعبهم بيعجبني جدا، وفي برضه صحابي كتار بس هم دوت بيعجبني لعبهم، وفي ناس تانية. طب المدربين بقى، المدربين اللي هم بيمرنوك بقى مين؟ اللي بيمرننا كابتن يحيى فضل. كابتن يحيى فضل مدرب محترم. كل ذوق يعني، ومدرب جيد. مين بقى اللي مع الكابتن يحيى فضل؟ رئيس الاسم ده قطاع البراعم، كابتن حسن مرسي. كابتن حسن مرسي ده قطاع البراعم، ده هو المدير القطاع. ده قطاع البراعم، وبرضه كابتن يحيى فضل واقف معانا وتدريباته حلوه، توجيهاته كويسه وشغله في الملعب كويس. لا كابتن يحيى فضل من الناس الجيدين والمدربين، تدريباته جميله جدا وانا بستفاد منه خبرات كبيره جدا، بس ما شاء الله حاجه عاليه. حاجه عاليه. طيب طبعا ما ننساش طبعا قيمه اليوم، مباراه في دوري الناشئين تبع منطقه مطروح، الدوري قوي فعلا. طبعا كانت المباراه بين النادي المصري بمطروح ونادي الضبعه، طبعا المباراه التي اقيمت في الاسكندريه في بطوله دوري مواليد 1999، وانتهت بفوز كبير لنادي المصري بستة اهداف مقابل هدف واحد. طبعا مديرا فنيا الكابتن رأفت نور الدين. طبعا نتيجه جيده واول مباراه لي في الدوري، طبعا حقق نتيجه جيده، وطبعا فريق جيد بالنسبه لمواليد 99، لاعبين جيدين جدا. مش عايز اذكر الاسماء لان طبعا مش حد يزعل، اسمائهم يعني لعيبه جيده، عملوا مباراه جيده النهارده وفازوا بستة اهداف مقابل هدف على نادي شباب الضبع في مدينه الاسكندريه. وان شاء الله يوم الخميس القادم مباراه النادي المصري ونادي الوداد لمواليد 2001 على ملعب استاد محافظه القاهره ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله. وطبعا بننوه ان في معسكر باذن الله طالعين نادي المصري ونادي المصنع الحربي، طبعا طالعين معسكر ان شاء الله الاسبوع المقبل يوم الخميس القادم، برضو بننوه عن تلك المعسكر ان شاء الله باذن الله، علشان طبعا اللعيبه جايه من راحه سلبيه عشان فتره الامتحانات، وان شاء الله يخشوا في جو المنافسات وجو التدريبات باذن الله. اقول لك يا كريم كده، بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، انت فعلا عايز تسيب حاجه في نادي الاتحاد السكندري وتتمنى ان انت تكون متواجد في الفريق الاول؟ طبعا. لا نادي الاتحاد نادي كبير جدا وعامل نتائج كويسه السنه دي. بتتابعه بقى ولا ايه؟ ولا بتتابع الاهلي؟ لا انت الاول لازم تكاوي. انا اهلاوي. بتتابع الاتحاد ولا الاهلي؟ لا حاليا. هو بص يا كابتن، او الفرقه اللي انا بلعب فيها لازم اشجعها، يعني انا لما كنت جدع بلعب في المصري لازم تشجع المصري. انتمي للفرقه دي. جدع كيم. عشان انا بلعب كده ايه؟ لكن حاليا اما حاليا نادي الاتحاد، عشان لازم انتمي للفرقه اللي انا بلعب فيها. تمام. وطبعا انا عايز اكمل في نادي الاتحاد فيه خبره كبيره جدا ان شاء الله باذن الله، وبس ما شاء الله يعني، كله يعني هناك محترمين وكلهم يعني تدريب جيد، وطبعا المباريات قويه في مدينه الاسكندريه،
منافسات قويه تمام. بتلعبوا الحرس الحدود، بتلعبوا سموحه، بتلعبوا الاولمبي، يعني فرق المصنع الحربي، الفرق اللي هي الجيده دول كويسين جيدة. تمام. قول لي يا كريم كده، بيدينا الفضل بقى بعد ربنا لمين بقى؟ لوالدي ووالدتي الفضل بعد ربنا. ربنا يخليهم لك يا رب. اولا ربنا وبعديها والدي ووالدتي طبعا. لهم فضل عليا بصراحه، واقفه جامده معاك يعني، ما بيفوتش ولا تمرينه في حضور التدريبات والمباريات. شكرا جدا والله العظيم، ما يسيبنيش تمرين غير لما يبقى معايا وواقف معايا كده. تمام. قولي بقى انت عامل ايه في المذاكره بقى؟ الحمد لله. ايه النتيجه كويسه؟ الحمد لله. طلعت النتيجه؟ الحمد لله. مبروك يا كيمو على النتيجه كده. طيب بالنسبه يا كريم، في بطوله هتتلعب في اجازه نص سنه بالنسبه لدوري البراعم 2006 في الاتحاد، ولا لسه ما فيش ماتشات؟ لا، في لسه هتلعب بطوله. ايوه في الدوري. امتى كده؟ الدوري بيجهزوا للايام ديت اساسا. تمام. وهو خلاص داخل علينا كمان اسبوع اسبوعين اهمت. تمام. فعقبال لما منطقه اسكندريه تبعت نادي الاتحاد الدوري يعني وكده. وانت جاهز بقى انت وزمالك للمواجهات ان شاء الله ولدوري البراعم؟ بنشتغل دلوقتي تدريبات قويه جدا. قول لي يا كريم، بتلعبوا على ملعب 11 ولا ملعب 70؟ لان ينفع برضو تلعبوا 7 و11. لا، واحنا اسم ده بنلعب ملعب 7 بنلعب ملعب 11 يعني كده وكده كويس. يعني بتبقوا مؤهلين للملعب 11 بتلعبوا. اصل السنه الجايه هنلعب ناشئين بقى وكده. صح كده. اتوظفت في مكانك اللي هو مركزك اللي هو وينج ليفت. تمام. وبدات بموجب التوظيف ده اللي انت بتجيد في هذا المركز. وبرضه في تمرينات مثلا يلعبونا ملعب 11 عشان نتعود مثلا على السنه الجايه. طب قول لي كده، عايز اوجه بقى كلمه شكر في الختام كده لمين بقى؟ لوالدي طبعا. تمام. والدي طبعا هو ليه فضل عليا كبير جدا بعد ربنا، والله العظيم يعني ما بيسيبنيش كل تمرينه، وبيوديني اسكندريه ويرجعني كل تمرينه، واقف معايا. يا ربنا يخليه لك يا رب. نسق معايا في الدروس. طب المدربين بقى تتوجه كلمه للمدربين؟ لكابتن يحيى فضل، لان هو كابتن جيد جدا واسمه تدريباته حلوه جدا. بتستفاد من بنستفاد، وبيلعبنا يعمل لنا كل حاجه عشان هو اصلا الدوري جاي. فهو بقى الفتره ديت بقى بيشتغل علينا كويس وبيوظفنا في كل حاجه وبيسيب لنا حاجه. في ختام هذه الفقره والفقره الاخيره، فقره مواهب على الطريق، طبعا بحب اشكر اللاعب الجيد اللاعب كريم ابراهيم البيلي، لاعب نادي الاتحاد السكندري مواليد 2006. وإن شاء الله ينتظرونا بإذن الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.